أنا بشير جربوع مواليد 1956، اعتقلت أول مرة في 1973 بسبب إعطاء رأيي في الوحدة العربية في مدرسة شهداء يناير. ثم جاء والدي رحمه الله وأعطى تعهد للأمن الداخلي، ومن بعدها خرجت. يعني الاعتقال الثاني كان في 1975 بعد خروجنا من جامعة بنغازي في مسيرة كانت مناهضة لطريقة الانتقام اللي قام بها النظام العسكري من الطلبة في الجامعة والثانويات والمعاهد. أنا اعتقلت لمدة 19 يوم، بعدها خرجنا من السجن وبدأنا في تشكيل اتحاد الطلبة في نهاية 75. لما انتخبنا انتخاب صحيح وانتخاب طلابي عادل ونزيه، رأت الدولة والأمن أن كل الأشخاص اللي كان عندهم موقف في 1975 هم جميعهم الآن في الصورة، فرفضت هذا الاتحاد. جاءوا إلى الجامعة مدججين بسلاح، ووجدنا نفسنا في مواجهة معهم. أصيب أول طالب عندنا جلال بوسنوغا إصابة مباشرة في الرأس، كنا نعتقد أنه مات يعني، فرفعنا شعار الطالب في الكلية مات برصاص المخابرات، وفعلا انتقلنا وبشكل عفوي وتلقائي وبدون ترتيب إلى شارع، انطلقنا من الجامعة إلى ميدان الشجرة مباشرة. وبدأ سقف المطالب يكبر، فسقف أصبح أكبر، وطلبنا بإسقاط النظام. يعني أول مرة نطالب ليبيين يطالبون بإسقاط النظام كان يوم 4 يناير 1976. فوجئنا طبعا بكل قوات الأمن، سيارات من الأمن الرسمي من حرس جمهوري من هذا المكان. إصرارنا نحن وبالمولوتوف وبالحجارة انسحبوا، سيطرنا نحن بنغازي في ذلك اليوم، وبدأنا في التحرك في يعني الاتصال المباشر مع كل الناس، لأن ستكون هناك مسيرة كبرى يوم 7 يناير الأربعاء. يوم 7 يناير طبعا انطلقنا من ميدان البلدية إلى المحكمة وطلبنا بإسقاط النظام، وجاء القضاء الليبي النزيه وقدم استقالته، ونقابة المحامين قدمت استقالتها، والنائب العام حلف بالطلاق أن لن يحيل بينه وبين هذه القضية رصاص، ونتيجة لذلك سجن 7 سنوات وخرج من السجن ومات فقيرا بسبب هذه القضية، أستاذ محمد محلل رحمة الله عليه. انتصرنا نحن في تلك اللحظة وتم اعتماد الاتحاد متاعنا، وبدأنا نمارس نشاطنا الطلابي، وبدأنا يعني نتحكم في مقاليد الأمور كما نريد نحن. وبدأت مرحلة التعذيب والاعتقال طبعا في 6 أبريل 76، انتقلنا إلى الأمن الداخلي ثم إلى سجن الكويفية ثم إلى جديدة في طرابلس. الأوامر صدرت بضرورة حكم بإحكام قاسية، تم الإفراج عنا عن طريق النيابة عن طريق حسن عز الدين وعلي بوزغيبة، واللي حتى هذه لحظة القضاء الليبي كان نازية بصراحة. تبرعت نقابة المحامين بكاملها بالمجان لدفاع عنا. قررت النيابة هنا والمحكمة ناهي أو مجلس القضاء إطلاق سراحنا، خرجنا من السجن هنا في بنغازي. بعد شهرين استدعونا مرة أخرى في طرابلس لمحكمة الشعب، محكمة خاصة، وقاموا بإصدار إحكام. طبعا نحن 9 الأوائل اللي هم الرئيسيين في القضية كان حكمنا بالإعدام، ولكن قالوا وعندما رأت المحكمة صغر سن هؤلاء تستثني هؤلاء 7 من الإعدام وتبقي على محمد بن سعود وعمر دبوب الإعدام، وفعلا تم إعدامهم. نحن حكمنا يوم 5 أبريل والإعدام كان يوم 7 أبريل، يعني مباشرة، لا في استئناف ولا في محكمة عليا ولا في أي قانون. عسكر وأعطوا رايهم بأن لابد من إعدام، وتم إعدامهم فعلا، ومكتنا 8 سنوات أو بقية المدة كاملة. هذه طبعا وشفنا فيها العذاب وشفنا فيها الويل وشفنا فيها المآسي. صور سنون متاعينا نحول فين بتل، سنوني الآن هذين بتل، ما فيش طبيب، وألام السن يعني خطير وعرة. يوم اللي أطلق صراحنا يوم أصبح الصبح في 88 في الصبح كانت الفلقة في القسم متاعنا يضربوا فينا فلقة، لأنهم أيضا هم ما كانش يعرفوا أن الناس يفرج عنا بذلك اليوم. وكانت يعني الفرحة متاع خروج بسجن واستقبال الناس لنا في الخارج كان مضمد للجراح حقيقة، يعني في كل مكان صوري أي مكان بمجرد ما يعرف. طبعا داروا معنا لقاءات تلفزيونية فأصبحت وجوهنا معروفة عيدة كم مرة، فلما نجي لأي مجرى بأي حاجة ناخذ حاجتي نعطي فلوس يقول لي لا، كيف يقول لي أنتم ناس ضحيتوا من أجلنا في الحبس عادي. يعني بصراحة لمدة سنة كاملة كانت الناس غير عادية، وأنا قعدت أسبوع كامل لم أنم إلا ساعة واحدة، أسبوع كامل ما فيش إمكانية ننام. الناس أنا وأخويا طبعا كنا ونسيبي ونسيبي كنا 4 نحن، ما فيش إمكانية يعني أسبوع كامل بيش تحصلنا عنهم، وأسبوع كامل بنشوف بنغازي لي 12 سنة ما شفتش، ما فيش إمكانية.
شفت بنغازي بعد خروجي من السجن اسبوع في الليل طلعت بيش نقدر اشوفها. هذا الزخم من الحنان والود اللي لقيناه من الناس اعطانا بصراحه دافع كبير جدا 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 ان نزداد حبا للوطن حقيقه يعني.